للإنتاجين الفنيين السيدات، أولا الممثلة منى حوا. صباح الخير لإلك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكي. والممثلة أروع ليحيل، صباح الخير لإلك. أهلا وسهلا فيكي. بينفع تكونوا أقل جديات؟ عادي. مش مشكلة يعني. حتى مارون تنفس كانت مات على صدره، أنت فاهم؟ مش غادر. لا تمام. مارون أشهر الفنان، أهلا وسهلا فيك، يعطيك ألف عافية ومبروك الإنتاج الإصدار الجديد. كيف ما حكينا السيدات، أولا نحكي عن إنتاجهن بإذنك. طبعا. هذا العمل منى إنتاج وين؟ تحكي لنا إخراج مين؟ تحكي لنا هيك شوية تفاصيل وكريدتس إذا عبالك. طبعا هاي المسرحية العب معي اسمها، من إنتاج مسرح الحنين بالناصري بإدارة لطف نواسر وبنته حنين بشارات، تأليف وإخراج أيمن نحاس، عن قصة نجوى زراء، واللي عمل الموسيقى حبيب شحادي. أنا وأروى بنمثل، أنا بعمل الولد، بكون عمر إحنا توأم، بكون عمرنا 10 سنين، أنا بعمل الولد وبتساوي الأخت والأم. حلو. مين كمان نسيت؟ الديكور والملابس فيتا حلاحل عملت لنا إياهن. هم من العيلة ولا كيف؟ من العيلة؟ بنت العيلة. يعني متجوزة للعيلة. اوكي. انضمت للعيلة. انضمت. حلو. طيب روعة، بنحكي على مسرحية أطفال أروى، صح؟ يعني هناك التعامل مختلف تماما بين المسرح بين أقواس عادي ومسرح الأطفال. بالنسبة لإلك ونحن نسمع من منى بعد مارون، شو بيميز هذا المسرح؟ بفكر الأطفال بدهم معاملة تانية، جمهور الأطفال غير الجمهور العادي. ميزة أكتر حركة، أكتر أبسط ممكن، مع فكرة اللي بدنا نوصلها بالآخر لهي الأطفال اللي ياخدوها أو يتعلموها. حلو. ودائماً التعامل مع الأطفال فيه صعوبة، فيه تحدي، بس أكيد هو عالم حلو. رح نحكي أكتر بعد شوي. كمرون عن جديد مبروك على الأغنية الجديدة، تعال نسمع كمان تفاصيلها هيك في البداية، كلمات، ألحان، الفكرة. الكلمات هي كلماتي، ألحاني من إنتاج فني لسلمان برودكشنز، طبعا بوجه له تحية لبهاء سلمان. الأغنية تم إنتاجها في لوس أنجلوس، استوديو اسم الشخص ملكي جيري اللقب تبعه نون آز. تم إنتاجها قبل، يعني نزلت قبل يومين أظن، ثلاثة. مبروك، يبارك فيك. شكرا. بما انك انت كتبت كلمات الاغنيه، احكي لنا عن المضمون، يعني شو الفكره الرئيسيه اللي كتبتها؟ الصراحه هي اغنيه حب. اغنيه حب بتحكي عن انه بقولها انه تعالي نسافر، تعالي نطلع من هاي الضغوطات اللي احنا موجودين فيها بهاي الدنيا، يعني اللي بسميها اكثر انه تعالي نسافر، نتحرر، بس تعال نطلع من هون، تعال نغمض عينينا وعن جد نسافر. بعد شوي رح نسمع مقتطف من الاغنيه. بعد شوي عم بحس انه مؤخرا في بالذات هون في مبادرات للاشياء، تعال نسافر، العب معي. دائما في الاخر عم يدعي الاخر، صح؟ انه تعالي انا بالضبط. تعالي منى نحكي عن المضمون تبع المسرحيه هيك، عن ايش تحكي القصه وايش بتعالج، الا ما يكون في كل مسرحيه او كل عمل فني ممكن انه يحط المرايه اللي يفرجيك هذا الانعكاس على الواقع اللي انت بتعيشه والمستوى المعتاد اللي هو بيطرح قضيه معينه وعده قضايا اللي بعالجها. فتعال نحكي عن هاي الخانه. المسرحيه بتحكي عن موضوع بتخيل انه اليوم كلياتنا يعني بنتعامل معه او بنواجهه، خاصه الاهالي. احنا اليوم بعصر اللي هو كانه تسلط التكنولوجيا على عالمنا، هالقد له قوة، مسيطر كثير وكثير مسيطر، وعم بفوت على، يعني عم بفوت على بيوتنا، على خططنا، على غرفنا، على عقولنا. الاولاد عم تلعب اكس بوكس وفورتنايت وكل هاي الالعاب اللي هي كمان شوي بتيجي عنيفه وبتفوت الولد بحاله خطر، اللي هو بضله كانه مترقب. عمليا يعني بدي احكي باختصار انه هاي هي عمليا حاله ادمان، اللي صحيح. احنا مش بس الاطفال، كمان احنا موجودين فيها، الكل موجود فيها اليوم. والولاد خاصه بجيل صغير بيكونوا صعب عليهم كمان يفرقوا ايش الحقيقه وايش الواقع، الواقع واللي الافتراضي وايش العالم الافتراضي. ف في اعصاب بتصير، في اضطرابات معينه، عدم تركيز، وطبعا دور الاهل
بهذا المحل، لما كمان اليوم احنا بمحل الاهل مجبورين يشتغلوا كثير، مش عم بيقضوا كثير وقت مع اولادهم، الاولاد بحاجه انه يعني الاهل بتشتغل اصلا عشان توفر للاولاد ايش هن، صح، بس هن مش متواجدين فعليا معهم، فالنتيجه بتطلع انه هن تاركين عمليا الاولاد كثير وقت لحالهم كمان. فانه المسرحيه بتطرح هذا الموضوع، وبتحكي كمان عن التوازن، يعني بنفع نلعب شوي اكس بوكس، بس كمان بنفع نلعب بورد جيمز، وبنفع ننزل نلعب بالحاره مع الاصحاب. يعني كانه الاهل لازم يعطوا الاليات الصح للاولاد عشان الاولاد يلاقوا هذا التوازن. وبالضبط شو متاح امامك انت بدك تتعامل معه بالنهايه، فبس بالضبط. وحبيت الفكره وكثير مهمه، لانه صح. عن جد عم نحس انه صار في استحواذ هيك بهذا العالم. اروى قديش كان لك صعب او قديش كان لك سهل يمكن انه هيك نتعامل مع اول شيء مسرح الاطفال، ثانيا الجمهور اللي هن موجودين من الاطفال اللي بعطونا يمكن الردود الفعل اللي كثير صادقه وبيجاملوش حلية. واذا دولي. حبوا راح يضلن، وما حبوش مش راح يضلن. احكي لنا اكثر عن التجربه. أنا عندي تجربة قبل مع الأطفال بنطنط وورنو طبعاً، فهي المسرحية عملنا لعرض تجريبي الجمعة اللي مرقت. الردود كانت بفكر منيحة، حسينا أنه الأولاد تواصلوا معنا مع المشاهد اللي عم بتصير، ضحكوا أمرات، حكوا شوية بعد المسرحية. ف بضغط الأطفال بضغطوا، بس زي ما حكينا صادقين هيك بجاملوش حقيقيين شيء مرحميني. إذا أنت منيحة منعطيك، إذا أنت مش منيحة مش راح سألتينا بيقولوا يعني إذا كانش عجبنا أو إشي دغري فبيحكوا. فنفس الوقت بضغط ونفس الوقت كتير حلو، لأنه بتأثر على جيل اللي هو رح يكبر ورح يغير ورح يعمله طبعا. مطلع على المسرح مارون، بتحضر مسرح ولا لا؟ خفيف أكتر تلفزيون يعني من مصر، من جماعة التلفزيون أكتر. طب سينما إيش؟ أكتر من أفلام كثير أكتر من أفلام. بس طالعين من رمضان إسا، ففي كان إحنا مجزئين تعرف منوعين، في تبعون المسرح تبعون السينما تبعون التلفزيون، فأنت من هدول. أنا تبعون. إحنا متقبلينك مارون عادي يعني. كيف ما أنت؟ مش مشكلة عادي. لا تمام. عبالك نشوف مقطع من أربي نسافر. يلا تعال نتابع مقطع. شايف سواد شايف غباش لونك ضوى الليل، أعطيني إيدك نمشي سوا عدنيا حلو الخضرة ملوني. قربي عندي ولا تخافي، خافي لا تخافي، قربي عندي قربي لا تحسي، هسي عيقا قلبي ولا تترددي. قربي لنسافر عبعد مدى أبعد مدى. كفات عالرمل تنطبع ورا كل نغمة، ترتسم ضحكة تتغنى ذكرى ما تنتسم. خلينا نشرب نخب الحياة كاس محبة بلهفة يرتفع. قربي عندي ولا تخافي، خافي لا تخافي، قربي عندي قربي قربي لا تحسي، هزي عيقا قلبي ولا تترددي. قربي لا نسافر عأبعد مدى أبعد مدى. ألف مبروك هذا الإصدار الجديد اللي الألوان هيك ساطعة ومختلفة يعني، صحيح؟ صيف أكثر. كيف؟ ألوان صيف أكثر. ألوان صيف ورتم الأغنية صيفية حتى بالكليبات صارت فيها صيف وشتوي طبعا. شو مفكر؟ بحسب طبعا المناخ، وفعلا هيك الإصدارات الصيف بنحسها بتكون أكثر حماسية، فيها زي ما حكينا رتم سريع نوعا ما. نوعا ما مش شرط. عندنا فضول نسألك أي كم يعني، بعيدا عن هاي الأغنية وهذا الإصدار، أنت لما بتسمع إيش بتحب تسمع؟ بتحب أكتر تعال نقول الإصدارات الشبابية، الأغاني الشبابية اللي موجودة حاليا على الساحة الفنية العربية والعالمية، أم بتميل كمان لسماع أنماط موسيقية؟ لا شوفي كتير بفرق شو أنا بسمع عن شو أنا بنتج. صحيح، عشان هيك حبيت أسألك شو بتسمع. لا الأشياء اللي أنا شخصيا أنا بسمعهاش يعني
بجرب كتير أفصل إنه إيش أنا بسمع كمستمع كشخص ما إلوش علاقة بالموسيقى لشو أنا بنتج إنتاجاتي ما إلهاش علاقة بالمرة شو أنا بس أنا بسمع موسيقى جاز يعني بسموها بالإنجليزي كومبلكس جاز الجاز المعقد اللي فيه عن جد هيك زي ما بيقولوا بالموسيقى العربية بمخمخ الواحد عليه يعني منكشف على كثير أنماط موسيقية تانية كثير لشو بنتج أنا بنتج موسيقى بوب إلكتروني حديثة جدا اللي هي ما إلهاش علاقة بتاتا شو بسمعني في خصوصية بالنسبة لك إنه لهجتنا الفلسطينية المحلية المحكية إنه يكون لها حضور بأغانيك أكثر من لهجات تانية هاي واحد ثانياً اللغة الأردنية مرونة اللغة كيف ما بعض الناس بتفكر ولا لا واحد ثانياً اللغة الأردنية عندي أغنية تانية اللي كمان انعملت بإنتاج فلسطيني بحت يعني بس كان فيها كان اللغة الأردنية اللي هي أكثر مسيطرة كانت وغير عن هيك عندي أغاني لقدام رح نسمعها كمان بلغة فصحى مش بس لغة لغتنا الفلسطينية اللي بنحكيها عامة يعني هاي فيها مسألة كبيرة أكثر من اللغة المحكية والعامية غير عن هيك خصوصاً إنه كمان أخذنا بجزء منها باللازم كان أخذنا بسموه كليرنس لكلمات من نزار قباني روعة كيفك بالقواعد معناه تسأل إيش شو فضلك تمشيها يعني تدرب عليه منى كمان بتغني على فكرة قالت لي صوتها جدا حلو بتشوفي كمان اللهجة الفلسطينية لها مكانة خاصة ولا إنه بهمكيش إنه إيش ممكن يجي على بالك أنت تدندنيه أو تغنيه أو تطلع فيه المهم الموسيقى والمهم اللحن ولا أنت بتشدد إنه يكون في باللهجة المحكية الفلسطينية أنا بفكر اللغة يعني اللغة التنتين إلهن مكانتهن يعني اللغة الفصحى يعني لازم تكون محركة صح لازم تنحك صح في إلها جمالها بالموسيقى بقلب الإيقاع إذا أنت قررت مثلا تلحن شعر هذا إشي كتير جميل يعني بعيني بنفس الوقت إذا أنت بدك تعمل غناي اللي هي كأنه بالمحكية في إلها كمان تقولها وفي إلها بساطتها أكتر في إلها مثلا بتحسسك أكتر قريب سلفي أكتر بتكون بالضبط اللي هي أكتر كأنه هاي لغة الشارع إحنا اللي اللغة اليومية اللي منسميها فبتخيل هذا اختيار يعني إذا أنت إيش لوين بتميل أكتر عمليا بالضبط إيش الرسالة اللي بدك توصلها وعن إيش بدك تحكي وكأنه هذا خيار حلو. بالمسرحية نفسها في غناء ولا لا؟ للأسف بهاي المسرحية مش غناء غريب على فكرة أنا مفاجئ لإلي يعني أنتم موجودين هناك وما فيش غناء غريب أوكي مش بكل المسرحيات في مكان يعني في الموسيقى حبيب شحادة عاملها كتير إشي إلكتروني ديجيتالي اللي هو كأنه ملحق مع الألعاب العصرية الفيديو جيمز وهيك فهذا هو الجو يمكن ما كانش في إضافة إذا بيكون في أغنية أو جزء من أغنية عشان ما كانش تعطي إضافة يمكن ممكن ممكن إذا كنا منسجل إشي بس إنه ما كانش في إحساس إنه بهذا العمل في مكان لهيك إشي فطبعا ممتاز أروى كمان نحكي شوي صغيرة عن دورك هناك نحكي هيك عن ما وراء الكواليس شو صار بينك وبين منى شو هيك تحكينا شوية أشياء بوريك الطاير وراء الكواليس سرعة ويلا بدليلي وسويلي نحكينا شوي أول إشي أنا زي ما قالت منى بمثل شخصية الأخت اللي هن التوأم وشخصية الأم فكتير لذيذ إنك تتقلب بين شخصيات اللي فرق بالعمر فرق بالتصرفات وزي ما قالت بوريك أواعي كله على السريع بدنا نكون مع بعض متلائمين الشغل مع منى وأيمن بالنسبة لي كان كتير ممتع كتير تعلمت أشياء كتير لذيذ الجو كان كمان حلو وأيمن أعطانا مساحة اللي إحنا بنقدر كمان نعطي إيش منفكر عن الشخصية نجيب شغلات إيش إحنا منشوف صح إيش لا نغير شوي ممكن بالنص حسب الحاجة إيش مرتاحة أكتر أوكي نقي الجملة كيف أنت أريح لك بكبير كان ثلاث جماع شهر ضغط بس كانت يعني كتير حلو مشوار حلو بالنسبة تحيي لأيمان وتحيي للطف وجد يعطيك العافية شكرا كتير على
كان هيك مشوار اصحاب يعني هيك ممتاز. اصحاب عم بيشتغلوا. اسمع معك صوره لشخصيه الولد اللي بتمثليها؟ ما بعثوا الكوش. ما بعثوا الكوش. تليفوني لا مش هون. بس انا بمثل على فكره ولد شاب. ما هو شاب صغير ذكر مع حواجب وشعر وكانه واعصاب كثير. فكان بدنا نشوفها هسه تحت الهواء بنشوف كسر ايده ومع السماعات كانه بنزلوش عند ناء. وكان كان كثير مثير انه كمان انه امثل هيك دور لانه دائما كانه انا بحطوني بالمحلات انه دائما انا صبي كانه فبحطوني بادوار الام او الاخت او البنت ففجاه انا ولد. تحدي كثير 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 كان عن جد كان مثير يعني. رح نسالكم على العروض الجاي اذا عندكم معلومات او اي صفحات بالفيسبوك نتبع. ولكن مارون في عنده كمان اصدار حضره جنابك كان قبل قرب نسافر اللي هو صحيح. نشوف مقطع ونرجع نحكي عليه سريعا. يلا يلا حبيتك من لون جاكيتك ولحقتك على بيتك طلعتي لي ابوكي لك يخرب بيتك انا شو حبيتك ولحقتك على بيتك طلعتي لي ابوكي يعني ما غلطتش انا عم بحكي لك الالوان دائما زاهية انت اللي عم تستعملها بالكليبات ففي الظاهر هذا اسلوبك عماله بيكون بعدك مش شايف شيء بعدني مش شايف ايش بدي استنى منك ايش نستنى منك وكلمه للمشاهدين هيك للختام اولا شكرا على الاستضافه واجب وفرصه سعيده للصبايا فرصه سعيده للنجاح ثانيا رح تستنوا كثير انا مفروض انه ينزل البوم فيه 12 تراك وانت مفروض خلال هاي السنة اوكي سينجلز كثير قريبة يعني رح نتبع اكيد مارون مفروض لسه يعني تنزل خلال تعال نقول الشهرين اللي قراب في كمان سينجل وفي كمان اغاني اللي هي مش خاصة بس الالبوم خلال اخر السنة رح نتابع معك مارون وقت الهوا جدا ضيق منى بثلاث ثواني العرض الجاي وانت رح يكون عشان اقول لكم شكرا 26/6 بمسرح الحنين بالناصري مسرح الحنين بالناصري وتابعوا على صفحاتنا الخاصة مارون واروى ومنى بكل تأكيد لاجيال من 6 ل 10 سنين بنفع الاهالي والولاد لازم الاهالي يكونوا شكرا كلكم اجمل فدائيين شكرا لكم على الاستضافة نورتوا صباحا اهلا وسهلا فيكم